العلاقات الإماراتية العمانية علاقة خاصة واستثنائية عززتها معطيات التاريخ المشترك والتقارب الشعبي والمجتمعي، ويتقاسم البلدان موروثاً ثقافياً مشتركاً من فنون وأداب شكلت هوية ثقافية متجانسة لشعبيهما ولجميع شعوب منطقة الخليج العربي. العادات والتقاليد المشتركة بين الشعبين انعكست على الكثير من المفردات في الشعر والنثر والقصة والأمثال والمرويات الشعبية، وتزداد الروابط الثقافية والاجتماعية بين دولة الإمارات وسلطنة عمان تداخلاً وعمقاً بدرجات كبيرة تصل إلى مستوى العلاقات الأسرية والعائلية وتقاسم العادات والأزياء والفنون نتيجة للتاريخ المشترك والتلامس الجغرافي. في عام 2022 وقع البلدان على مذكرة تفاهم نصت على أن يتبادل الطرفان الخبرات والمعلومات والخبراء في المجال الثقافي والشباب، خاصة ضمن قطاعات الفنون والمكتبات. وتخدم مذكرة التفاهم واقع العمل في قطاع المكتبات، حيث ستعزز من مجالات التعاون وتبادل الكتب والمطبوعات التي تتناول ثقافة البلدين، كما تتيح المجال إلى تبادل المشاركة في الأنشطة والفعاليات الثقافية والشبابية بين البلدين. وتمضي العلاقات الأخوية التي تجمع دولة الإمارات وسلطنة عمان والمستندة إلى روابط تاريخية تجمعهما صلة القربة والدم عاماً بعد آخر، لتؤكد رسوخ العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين الشقيقين، كما تزداد صلابة وتطورا في ظل دعم ورعاية من قيادتي البلدين بما يحقق تطلعات شعبيهما وسط نمو سريع في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.